أهلا فيكم برج الأسد في قناتي. اليوم راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة أو قريبة من طاقتك. طبعا دائما خذ من القراءة الشيء اللي بتستفيد منه أو الشيء اللي بتحس بيخدمك، واترك الشيء اللي بتحسه مش منطبق أو ما بيفيدك، أو ممكن حتى تعتبره شوي سلبي، لأنه القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع. ولكن ممكن يكون في بالفيديو إشي، رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه. رح نبلش أول بطاقتك أنت، بعدين طاقة الحبيب والشريك، خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم في المستقبل. بعدين ممكن نسحب كروت توضيحية إذا بدنا نوضح أمور أكثر. طيب نبلش أول بكروت النصيحة لإلك يا برج الأسد. مبين برج الأسد عندي أنت عم تكتم على مشاعرك أكثر، أو عم تخبي مشاعرك عن الشخص اللي بتحبه أكثر. عم شوف إنه ممكن أنت بتشك في نوايا هالشخص، أو مش متأكد كتير من حقيقة مشاعره تجاهك. بتركز أكتر على الجانب اللي ممكن يكون شوي سلبي، أو شوي فيك حذر بزيادة هالشهر. الأشياء اللي بتحسها أيضا، مشاعرك اللي بتحس فيها، عم شوفك ما بتعبر فيها للحبيب أكتر. عم شوفك ممكن تكون منغلق عاطفيا على حالك هالشهر أكتر. عندك أغلبية كروت النصيحة بتحكي عن الإيموشنز، فأنت مركز كتير هالشهر على عواطفك، لأن عندك 4 of emotions، عندك 6 of emotions. في أشخاص حوالينك، في شخص حتى أو أشخاص حوالينك بهالفترة، يعني أشخاص ممكن تفيدك من الناحية العاطفية. يعني في عندك فرص عم تقدم لإلك، بس أنت مش منتبه لإلها. عم تركز على الأشياء، ممكن عم تركز على الجانب السلبي بالعلاقة أو بمشاعرك، أو ممكن في عندك حتى يأس أو فقدان أمل من إنه وضعك ممكن يتغير من الناحية العاطفية. ممكن تكون عم تفكر بشخص بعيد عنك حاليا، وبعيد عن الملال منك حاليا، وممكن تضيع في هالأفكار. فكرة النصيحة بتحكي لك إنه أفضل إنك تكون شوي grounded، أو تفتح عينك على الطاقة المحيطة فيك أو الناس المحيطة حواليك. أيضا بدك تكون منصف بحق حالك وبحق مشاعرك، لأنه عندك 6 of emotions تحكي عن التوازن والبالانس. فممكن أنت عم تتذكر شخص إكس قديم، حبيب قديم، أو عم تتذكر شخص كنت معه في علاقة ولكن فشلت العلاقة، أو مش عم تحكوا مع بعض حاليا. فأنت ممكن عم تحاول تصرف النظر عن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا. فبدك تعطي مجال لأنه تعبر عن المشاعر اللي عم تحس فيها. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بدنا نشوف طاقتك أنت. عم شوفك بالفعل تركت علاقة معينة، تركت شخص معين، تركت إشي معين، أو أنت بالطريق إلى إنك تترك إشي معين. يعني عم تحاول تستخدم
المانيفستيشن باور أو طاقة الجذب، لأنك ممكن عم تحاول توجد القوة في حالك إنك تترك أو تبعد عن الشخص، لأنه مبين إنه أنت كتير مركز على الوضع العاطفي وعم تحس إنه هو مسبب لك نوع من بستقى، عم تحس حالك مربوط، عم تحس حالك مقيد. فعم شوفك أنت تركت إشي معين، تركت شخص معين، علاقة معينة، لأنك في أمنية بدك تحققها. ممكن تكون أمنية بخصوص الشغل، ممكن تكون أمنية بخصوص شخص آخر معين، يعني ممكن تكون تركت شخص أو تركت علاقة من أجل شخص معين، لأنه إذا صار عندك فأنت في عندك أمنية، في عندك إشي معين أنت عم تسعى إلى تحقيقه. بالنسبة لحبيبك أو الشخص اللي عم تتعامل معه، عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق معك فيها شوي من التلاعب، أو مش عم يحكي لإلك الحقيقة كاملة، لأنه هالكرت هو بالتاروت هو الثيف أو هو اللص. فهالشخص عم يساوي إشي حاليا مفروض هو ما يساوي، ممكن يكون عم يتجسس أو عم يراقبك أو عم يطلع على أخبارك. إشي طاقة كتير، طاقة غير مباشرة، طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه بالذات مع ورقة The Emperor Card، بالذات مع يعني ثلاثة الكروت هدول، بيبينوا إنه الشخص حاليا في حالة هدوء تام. ممكن أنت مش عم تعرف عنه أي أخبار وهو بده أصلا هيك، بده يكون في حالة هدوء تام. عم شوف طاقة غير مباشرة، عم شوف أيضا تحكم، تحكم قوي جدا بالمشاعر أو حتى بالقرارات. هالشخص ممكن يكون حاليا obsessed أو مهووس بأنه يسيطر على جانب من العلاقة أو على تحرك هالعلاقة بينك وبينه. يعني عم شوفه في عنده هدف وفي عنده نقطة معينة، ويعني مستعد يساوي أي شيء مشان يوصل إلى هالنقطة أو إلى تحقيق هالنقطة. مبين إنه الشخص اللي عم تتعامل معه برغم إنه الطاقة، يعني برغم إنه أنت برجك ناري، إلا إنه الشخص اللي عم تتعامل معه مثل وكأنه ندك أو مثل وكأنه بيواجهك بهالطاقة. شخص أيضا هو كتير possessive، ممكن يكون برج الحمل، وممكن يكون شخص بالخارطة الفلكية عنده فيه كتير طاقة نارية، بالذات إذا كان بالمشاعر. ممكن يكون الفينوس أو الزهرة، لأنه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية. فهالشخص ممكن يكون الفينوس عنده أو الزهرة عنده بالخارطة الفلكية برج ناري، لأنه عم شوف في تحكم وسيطرة على الوضع كتير شديد. فممكن في إشي بينكم، ممكن يكون أيضا عم يحاول يسيطر عليك إنه أنت ما تترك العلاقة، لأنه عم شوف إنه أنت في عندك نية بإنك تترك أو نية الرحيل، وهو في عنده نية الترويض أو بده يمشي الأمور مثل ما هو بده. يعني أنت بدك تترك وهو بده يمسك هون. أيضا The Strength Card هي بتتبع برج الأسد، فهالشخص مبين إنه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية أو بالمشاعر شخص كتير possessive، شخص بيحب يتحكم كتير بعلاقاته العاطفية، شخص بيحس إنه هو لازم يكون المسؤول
اللي يقوم بالقرارات، اللي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجوه الشخص، لأنه ممكن يكون شخص يعني عفوي، ممكن يكون برجه حتى مائي، ممكن تحس إنه هو ما في عنده الطاقة النارية أو الطاقة المتهورة، ولكن تحت الرادار هالشخص يعني بالوجه الآخر أو بالعقل الباطني أو الطبقة اللي تحت هالشخص كتير متحكم. فممكن للوجه الخارجي يبان العكس، يبان إنه أنت لأنه برجك ناري أنت اللي فايري أكتر، أنت اللي حركي أكتر، ولكن بس تيجي تحلل وتبريك داون، تفتح الأمور أكتر، تشوف إنه هالشخص من جوا شخص كتير امبرور، بيحب السلطة، بيحب إنه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوفك مستني ممكن من هالشخص خبر، أو أنت محطوط أو راح تنحط بالمستقبل بين خيارين أو خطوتين أو شيئين، شيئين بدك تختار منهم قرار. ممكن أنت عم تحاول، عم تفكر إنه تضل مع هالشخص أو تمشي في طريق آخر، لأنه أنت مبين إنه أنت عم تفكر يا أضل مع هالشخص وأضل في هالطاقة، أو إنه في طريق آخر بيوفر لك العالم، بيوفر لك the world، اللي بيوفر لك أمنية أنت عم تبحث عليها حاليا. فأنت عين على هالشخص وعين على الإشي بعيد المنال اللي بدك توصل له، الأمنية اللي بدك تحققها، التكملة اللي بدك تمر فيها. فبالمستقبل لسه عم شوفك رافض أي عروض عاطفية، ولكن ممكن يصير في بينك وبين هالشخص تواصل، لأنه هالشخص عادة بيحمل رسالة من نوع ما، أو بيحمل إشي فيه نوع من التواصل. فعم شوفك بالوضع العاطفي، يعني بعواطفك، إلى إنك رافض للوضع أو رافض أي عروض حب عم تقدم لإلك. بس البعض منكم اللي ما في بينكم تواصل أو مش عم تحكوا مع بعض، في بينكم طاقة انتظار، طاقة أنت عم تستنى تسمع من هالشخص، وهو أيضا عم يستنى يسمع منك هالشخص. بالنسبة فبالمستقبل مثل ما حكيت، رح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين، أو بدك تختار بين شيئين، بيختلف من برج أسد إلى برج أسد. أنت بتعرف شو هو، أو رح تعرف شو هو الشيء اللي يعني رح تنحط خلص بمفترق طريق لابد منك من إنك تختار قرار. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل، عم يشوفه عم بمر كتير بتغيرات، طاقته رح تكون فيها كتير من التغيرات. عم شوفه أيضا هالشخص كتير الفرونت تبعه بيتغير، ممكن يكون برج مائي، يعني ممكن يكون متقلب المزاج، لأنه عم شوفه يعني بيتنقل بين العواطف أو بيتنقل بين شو هو بيحس. ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها، subconscious، يعني بطريقة اللاوعي اللي عنده، هو ما بيعرف، بس هو متقلب المزاج كتير، وأفكاره ومشاعره بتتغير كتير. فإذا أنت بتتعامل مع هالبرج، أو يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم تتعامل معه، بدك تكون flexible، بدك تكون مرن مع هالشخص، إنك تفهم تقلبات مزاج هالشخص.
لأنه مبين بالمستقبل أيضا شو هلا طاقته الحالية. عم شوفها طاقة كتير صارمة أو كتير ثابتة أو كتير هادية، أو يعني شخص عم يتحرك ببطء شديد تجاه إشي هو بده يحققه، ولكن في المستقبل الأمور بتختلف. عجلة الحظ هون الأمور دائما بتختلف، ف راح عم شوف في بينكم راح يكون حديث صراحة، لأنه مبين إنه أنت وهو مش عم تقلي اللي مش عم تحكوا مع بعض حاليا، اتنيناتكم عم تطلعوا على بعض مستنيين الطرف الآخر يقوم بخطوة أو يقوم بكلمة، ولكن أسلوبكم مع بعض كتير دفاعي، بالذات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يخص المشاعر. يعني عم شوفك أنت open أكتر أو منفتح أكتر، ممكن تكون أنت شخص روحاني أكتر من الشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن، لأنه ممكن يكون هالشخص أكبر منك، لأنه أوراقك أنت أوراق صغيرة، والأوراق اللي طلعت هون أوراق شخص كبير بالعمر، شخص كتير قاسي. فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أكبر منك بالعمر، وبتحس إنه العلاقة معه فيها كتير من الديسبلين أو فيها كتير من الانضباط، أو هالشخص بيطالب كتير انضباط بالعلاقة، يعني بيحب وكأنه يعني مثل مدرسة أو إشي مثل هيك، يعني ما بيحب أي إشي شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه أو إشي. يعني بالملي هالشخص بيحاسبك بالملي، وهو عم شوف إنه هو أصلا طبيعته هيك، يعني مش بس أنت، يعني عم شوف إنه هو حتى مع نفسه بطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسيبلين، مثل كأنه ضابط أو شخص كتير صارم. طيب بدنا نشوف التواصل اللي بينكم أو شو رح يصير بالمستقبل بينكم، لأنه مبين إنه في طاقة انتظار هون بينكم، فبس بدنا نوضح فقط شو طبيعة التواصل رح يكون، أو هل رح يصير في تواصل، أو إذا أنت مستني خبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص، لأنه مبين إنه أنت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص، وهو أيضا عم ينتظر لأنه هالطاقة مشتركة. فبدنا نشوف شو رح يصير. في تركيز أكثر على المادة، عم شوفك أنت مركز أكثر على المادة، برغم إنه أنت مستني خبر من هالشخص، إلى إنه في رفض للعواطف، أو ممكن يكون هالشخص مش أنت اللي بدك إياه. يعني ممكن يكون هو حاول أكثر من مرة يتقرب منك، ولكن انت مثل ما حكيت لك انت في شخص او في امنية بحياتك بعيدة عنك، وانت هاي اللي انت بدك تروح لإلها، فمش عم تشوف. ممكن الشخص عم يحاول يقترب منك، ولكن انت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوفها على المدى الأكبر. عم شوفك انت رافض هالشخص، رافض الكونكشن من هالشخص، بدك تبعد عن هالشخص لانه في امنية او في شخص انت بتطمح تكون معه او بتطمح تحققه. فبالمقابل لانك عم تبعد عن هالشخص صار في هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه، وعم يحاول يقيدك، عم يحاول يحطك في بوكس، لأنه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه، وانت رافض 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 أي
مشاعر عم تيجي من هالشخص. يعني أنا حزنت على يعني أنا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه، لأنه مبين هو برغم إنه قاسي إلى إنه هاي هي لغة الحب اللي عنده، مثل كأنه ما بيعرف يحب إلا بهالطريقة، ما بيعرف إلا بطريقة السيطرة، إنه أي إشي بيحبه بده يكمش عليه أو بده يحطه في بوكس معين، وإنت بدك حرية، عم شوف أكتر، بدك تنطلق، بدك تروح إلى مدى آخر. فبدنا نشوف شو برج الأسد شو أنت بدك تساوي، لأنه أنا عم شوف الشخص هو عم يقدم لك عروض حب، ولكن أنت رافض عروض الحب، فهو ما في عنده حل غير إنه يستنى خبر منك، أو يستنى حتى تلميح أو إشي منك إنه أنت ممكن تتقبل منه أي حكي. عم شوفك يعني عم شوف هو اللي عم يركض وراك، وأنت اللي عم بتصد هالشخص. أوكي يا حبايبي برج الأسد، بتمنى القراءة تكون ساعدتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.